ايمن عبد الفتاح محمد سيد حسين محمد ابراهيم الغرابلي. حاضر حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. بعد تلاوة امر الإحالة ومرافعة النيابة العامة واقرار المتهمين امام المحكمة وسماع دفاعهم وإجابة المحكمة لطلبات الدفاع المؤثرة ومطالعة رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية والتي جاءت لتؤكد أنه من المقرر شرعا أن الإقرار الصحيح هو سيد الأدلة وأن الاشتراك يكون باتفاق أو تحريض أو إعانة، اتفق الفقهاء على أن عقوبة القصاص تقع على المتسبب كما تقع على المباشر، وأن من خلق شخصا باستخدام أداة كقطعة قماش أو نحوه يعد من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص إعمالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وإذا ثبوت الأدلة المقدمة من النيابة العامة وتوافرها على إدانة المتهمين بقيامهما بقتل المجني عليها شيماء جمال اعترافا منهما على النحو الوارد بالأوراق، وكانت قد تأيد ذلك بتقرير الصفة التشريحية وثبوت قيامهما بكافة ما أسد إليهما ودور كل منهما في تنفيذ الجريمة. وبعد مطالعة المادة 304 المادتين 304 فقرة 1 و 309 إجراءات والمواد 32 و 230 و 231 317 خامسا عقوبات والمواد 1 فقرة 1 و 25 مكرر فقرة 1 و 30 فقرة 1 من القانون 394 لسنة 54 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 حكمت المحكمة حضوريا أولا بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد السيد مصطفى وحسين محمد إبراهيم الغرابلي بالإعدام شنقا عما أسد إليهما في التهمتين الأولى والثالثة. ثانيا بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهما عما أسد إليه في التهمة الثانية. ثالثا بمصادرة الأدوات المضبوطة محل التهمة الثالثة. رابعا إحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. رفعت الجلسة. جريمة